انتظم عشية اليوم بقصر المعارض بالكرم موكب لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات التكوين المهني والتشغيل بين كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والديوان الوطني للصناعات التقليدية. كما تم بالمناسبة توقيع عقود تبني بين أصحاب مؤسسات اقتصادية وباعثين شبان في الصناعات التقليدية. على هامش الدورة 33 للصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية وفي إطار العمل على النهوض بقطاعات الصناعة في تونس، أطلق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مبادرة شجعت عددا من أصحاب المؤسسات على رعاية وتبني حرفيين شبان ينشطون في قطاع الصناعات التقليدية. وقد تم في هذا السياق توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة الأعراف والديوان الوطني للصناعات التقليدية. احنا اليوم وقعنا مع لوفيس لارتيزانا ان كونفنسيون باش يكون فيها معناها معرض دائم في دار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، فيه معناها منتوجات الصناعة التقليدية. احنا تعرفوا المقر نتاعنا فيه كثير من زيارات الوفود وفي نقيموا فيه معارض، فيه فرصة للترويج وتعريف المنتوج التونسي. وقمنا بمبادرة ثانية هي تبني شبان في القطاعات الصناعة التقليدية لإعانتهم ماديا ومعنويا. هما 76 باعث شاب واللي باش يتبنوهم أكثر من 30 رجل أعمال. قلنا نقربوا الرجال الخريجي المعاهد العليا والباعثين الجدد بصفة عامة من رجال الأعمال، وعملنا عقد باريناج بيناتهم بحيث أنه كل رجل أعمال يتبنى واحد أو اثنين أو ثلاثة. وبهدف مساعدة هؤلاء الشبان على تطوير أدائهم وتحسين إنتاجهم وترويجه على الصعيدين الوطني والدولي ولتعزيز مساهمة قطاع الصناعات التقليدية في النهوض بالتشغيل، تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة والصناعات التقليدية. هي اتفاقية إطارية تم العامين الأولانيين 6000 حرفي، ومنهم 25% عندهم أصحاب شهادة عليا، وكذا مهمة ياسر لأول مرة نعملوا فيها مع وزارة التكوين والتشغيل. احنا الاتفاقيات نتاعنا تخص خاصة النهوض بالتكوين المهني، لأنه ما نجمو نرتقيو بالمنظومة الصناعة التقليدية إلا بدعم التكوين والتدريب أيضا، لأنه هذا قطاع مهم ياسر فيه بوتنسيال نتاع يعني كريسيون دومبلوا كبير ياسر لتونس في إمكانيات التصدير. مبادرة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لرعاية الباعثين الشبان في الصناعات التقليدية كللت بتوزيع جوائز على عدد من الشباب الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية لمزيد حثهم على الابتكار والتجديد في الموروث الحضاري.